من هذه الشوارع في القاهرة في مطلع القرن العشرين كانت تقام احتفالات بموكب ضخم يشارك فيه العامة والصفوة، عرف بمسيرة المحمل. المحمل كان يتقدمه هودج يحمل كسوة الكعبة، واحتفظت القاهرة بمهمة تصنيع الكسوة اعتباراً من عهد دولة المماليك. ومنذ عام 1818 وفي حي الجمالية بالقاهرة الفاطمية أنشأت ورشة دار الكسوة التي ظلت تعمل على قدم وساق حتى آخر كسوة قدمتها مصر للكعبة عام 1961. واليوم يعود هذا التاريخ للحياة، ففي صالة صزبي البريطانية، وهي واحدة من أهم صالات المزادات في العالم، يعرض بعض من إنتاج دار الكسوة الذي استقدم خصيصاً من القاهرة إلى لندن. فهذا النموذج للنقوش على سبيل المثال يعود لعام 1915، وقد ختم مما عرف آنذاك بمصلحة الكسوة، ليبدأ بعد ذلك تطريز هذه النقوش بخيوط الفضة والذهب على الحرير الأسود الذي تصنع منه كسوة الكعبة. ومن عام 1915 إلى ثلاثينيات القرن العشرين، حيث تزامن صدور هذه العملات المعدنية مع تأسيس المملكة العربية السعودية. وربما لن يمكنك أن ترى مصحفاً في هذا الحجم في أي مكان آخر. معروضات قد تكون غير مألوفة للمواطن الغربي، لكن القائمين على المزاد يعتقدون أنها تقدم نافذة على ثقافة مختلفة. أعمل في سوثبي منذ 11 عاماً ولم أرى هنا في لندن معروضات متعلقة بدار الكسوة بكل ما تحمله من صور ونماذج فنية، لذا نتوقع أن تتراوح مبيعات المزاد بين 60 و80 ألف جنيه استرليني. ورشة الكسوة التي خرجت أجيالاً من الفنانين بدا واضحاً في هذه الدفاتر النظام الذي ساد أسلوبها في العمل. هنا كانت تسجل أنواع المواد الخام وكمياتها بمنتهى الدقة، وهو ما انعكس على جودة الإنتاج الذي كان مبهراً آنذاك كما هو حتى الآن. المعروضات هنا لا تكشف لنا الجانب الفني فقط عن منتجات دار الكسوة، لكنها تحمل كذلك بعداً إنسانياً. فهؤلاء هم بعض الفنانين الذين ازدهرت على أيديهم هذه الدار، وقد صنفوا هنا وفقاً للخبرة والكفاءة، إذ كان لا ينطق لها إلا أكثر الفنانين مهارة، وهو ما جعل شهرتها تتجاوز حدود العالمين العربي والإسلامي. ففي ثلاثينيات القرن الماضي حازت الدار على شهادتين عالميتين من معرضين مختلفين في فرنسا تقديراً لتميزها وتفردها. وحتى اليوم لا تزال كسوة الكعبة تنتج يدوياً، وتستغرق صناعتها نحو عام كامل، وتصل تكلفتها إلى نحو 5 ملايين دولار، لتكتسي الكعبة بثوبها الجديد كل عام في يوم عرفة. سالي نبيل، بي بي سي، لندن.